حنا البشر كنختلفوا بزاف ديال الامور، ولكن كاين شي حوايج اللي ما يقدروش يختلفوا فيها جوج ديال الناس، بحال مثلا المرض. راه ما كاينش شي واحد في العالم اللي كيبغي المرض، ولكن شنو غادي يكون الرد ديالك الا قلت لك بلي كاين واحد المرض غادي تتمنى لو انك تمرض به؟ يا سيدي كيف كتسمع، ولكن ماشي بحال دوك الامراض الخايبه اللي كتعرف. الا بغيتي تعرف المزيد من التفاصيل خليك متبع معايا الفيديو حتى الاخر. 13 سبتمبر 2002، كان واحد السيد امريكي سميتو جايسون مقصر مع صحابه في احد الحانات الليليه. جايسون كان من مواليد 1971. اللحظه اللي كان خارج من الحانه تعرضوا ليه اللصوص باش يغريسيوه. هاد اللصوص ضربوا جايسون بعصا على الراس ديالو باش يقدروا يسرقوه بسهوله. موراها غادي يكتشفوا ان خونا مكحط وما فيه ما يتسرق. داك الساعه زادوا عطاوه ضربه اخرى للراس. جايسون في ديك اللحظه حس بالدوخه وشاف وميض ابيض فحال الفلاش ديال الكاميرا. موراها مشى لاقرب مستشفى باش يشوف شنو عنده. من بعد ما فحصوه الاطباء لقاو عنده ارتجاج في المخ. جايسون رجع للمنزل على امل ان الغد ليه يتحسن الوضع ديالو شويه، ولكن الاشكال انه ما كانش عارف ان ديك الليله هي اخر ليله ليه كبائع اثاث بسيط، وما عارفش المستقبل شنو مخبي ليه. نهار اللي موراه جايسون فاش فاق من النعاس بدا كيشوف كلشي بنظره مختلفه، وفي الاعتقاد ديالو ان هادشي غير هلوسه بسبب كثره الادويه اللي استعملها في المستشفى في اليوم السابق. ولكن الامر ما كانش كيف كيعتقد. فاش فتح جايسون الشرجم بانوا ليه اوراق الاشجار عباره عن مجموعه من النقاط مترابطه بخيوط فيما بينها. وفاش فتح الروبيني باش يغسل وجهه، حركه الماء بالنسبه ليه كانت عباره عن ضوء كينتشر بشكل عمودي وكيتفرع في كل مكان من حوله بشكل غريب لم يسبق له ان شاهده من قبل. فهاد الوقت حس بواحد الحاله من الاضطراب النفسي بسبب داكشي اللي شاف، وشد كاع الشراجم ديال الدار وما بقاش كيخرج من المنزل الا للضروره. ولكن في نفس الوقت جايسون شدو الفضول وبغى يعرف الطبيعه ديال دوك الخطوط والرسوم الهندسيه المعقده اللي كتبان ليه بشكل مستمر، ومشى كيقلب على الطبيعه ديال هذا المرض والحالات المشابهه ليه والاشخاص اللي كيعانيو من نفس المشكله. خلال رحله البحث ديال جايسون السيد تبدل 180 درجه، وغادي يتحول من انسان عادي الى شخص شغوف بالرياضيات والهندسه، واستمر في البحث ديالو لمده 4 سنوات وانعزل في هذه المده على العالم الخارجي، وكيقول انه لقى اجوبه منطقيه لداكشي اللي كيشاهدو قدامه، وتبين ان دوك الاشكال الهندسيه اللي كيشوف كتسمى في الرياضيات بمصطلح الكسيرات، وكتعتبر من اصعب المفاهيم في الماط، وكتحتاج الى متخصصين في مجال الهندسه باش يقدروا يحلوها. كما انه قدر يعرف من خلال الابحاث ديالو ان كاع داكشي اللي كيشوف من جزيئات صغيره ومترابطه سواء في اوراق الاشجار او كوب القهوه او غيرها من الاشياء هي عباره عن تمثيل حقيقي لعده صيغ رياضيه كتشرح مختلف الظواهر الكونيه بطريقه هندسيه. جايسون قبل ما يتصاب بهذا المرض كان مجرد شخص عادي جدا ما كيفهم حتى لعبه في الرياضيات او الهندسه، وما كانش مهتم بمجال الرسم، ولكنه قرر يحول دوك الجزيئات اللي كيشوف الى رسوم شديده الدقه. وهذا الامر باش يقدر يعبر على داكشي اللي كيشوف ويحول هاد الرسومات الى طريقه اللي تقدر تخليه يتواصل مع الناس اللي ما كيقدروش يفهموا داكشي اللي كيدوي عليه. جايسون واخا قدر يوصل الى تفسير دوك الاشكال اللي كيشوف، ولكن ما قدرش يفهم ولا يعرف السبب ديال هاد التحول اللي وقع ليه في حياته، بالخصوص انه دار بزاف ديال الفحوصات وكلها كانت كتشير انه في حاله جيده وانه يقدر يرجع للحاله الطبيعيه اللي كان عليها، يعني الشفاء مساله وقت فقط. خلال رحله طويله من البحث عن اجوبه جايسون تواصل مع واحد السيده سميتها بريس بروغا، وهي بروفيسوره في علم الاعصاب في جامعه ميسوري اللي كاينه في الولايات المتحده الامريكيه، واللي دارت ليه مجموعه من الفحوصات بالراني المغناطيسي ولقات انه كيعاني من خلل في احد الاجزاء من الدماغ بسبب ديك الضربه اللي تعرض ليها من عند اللصوص قبل عده سنوات. وبسبب هذا الخلل القدرات ديال جايسون ولات مركزه في الجهه الاخرى من الدماغ، يعني الجهه المقابله للجهه اللي تلقى فيها الضربه، وصبح خونا كيقدر يستعمل اجزاء لا تستعمل في حاله اليقظه والوعي. كما ان القشره البصريه ولات كتنشط في نفس الوقت اللي كتنشط فيه المناطق اللي كتجري العمليات الحسابيه في الدماغ. وبعد ما توصلوا لكاع هاد النتائج غادي يبان انه مصاب بمرض نادر جدا كيتسمى متلازمه الموهوب، واللي كتكون في حالات نادره للغايه عند بعض الاطفال عند الولاده بسبب خلل في الدماغ او بسبب تعرض لصدمه في الراس. جايسون فاش عرف السبب اللي خلاه يولي عبقري دخل يقرا الرياضيات في احد الجامعات، وصدر كتاب سماه عبقري بلا مقدمات اللي حكى فيه القصه ديالو،
هذا الإنسان أصبح مشهور في الإنترنت وبدأ كيشارك في عدة محاضرات في مجال الرياضيات، وبدأ كيبيع لوحات كيرسمها واللي كيعرض فيها دوك الأشكال اللي كيشوف. هذا ما كان الأصدقاء، تهلاو ليا فراسكم، تشاو.